مبروك جالك كواكب جالك ولد. بيقول لي الحته دي زي دبلت، اقول له اكتب نكتب عليها دبلت البتاع ده، المجموعه دي شكلها زي السنومان، اقول له هقول اكتب عليها سنومان عشان تفتكر. كنت تتخيل في يوم من الايام يسموا كويكب باسمك؟ نتطوعي على الاطلاق، ولا تيجي في بالي ابدا حكايه صعود الانسان للقمر. هم هيطلعوا القمر وبعدين ينزلوا على سطح القمر، هينزلوا فين؟ ده حلم كان موجود من الاف الاف السنين، بس كان في الاساطير وفي الروايات. انت بتقول الكلام ده وانت فاكر الناس دي سامعاك؟ اقول له قال لي والله ما فاهم. العالم العربي عرف انه في شخص عربي مصري اسمه فاروق الباز بعت ناسا. احسن انسان قابلته في عقله والدتي خبر، وهي لم تتعلم. الانسان اللي اتولد على الكوكب ده يوصل للقمر ويمشي عليه، ده حاجه عظمه يا فاروق. اه ده الكلام، يا سلام. يختاروا لنا اسم للبلد اللي هنعملها دي، ما دي اسمها الفسطاط، يعني هنعمل مدينه جديده. ما خلينا هنسميها ايه؟ في وادي على على كوكب المريخ اسمه القاهره يا دكتور. القاهره فالاسم اللاتيني يعني وادي القاهره بالعربي. احلف والله، لما ما بين السكه ما بين الارض والقمر ما فيش جاذبيه، كانت السفينه بتمشي ليه؟ هي فاروق ونيل حسام هيلبير تعالى ساعدنا. صوره الفاتحه في ورقه واداها لرواد الفضاء معاهم وهم طالعين.